قبل هذا فما نقطة ديما تثار على سليم شيبوب فيما يخص صيام اللاعبين في شهر رمضان. برشا ملاعبية يقولوا كنا نجبر على الإفطار في رمضان بأمر من رئيس الجمعية سليم شيبوب، هذا صحيح كان ولا غلط؟ شوف الملاعبية جبنا كما المرة هذه ثم فتوى في جامعة الزيتون. ما نكذبش عليك مانيش متبع شنو تقول الفتوى. فتوى تقول راهو اللاعب يلزمه يفطر ويعوض لأنه يضر روحه ويضر بدنه، طالما الكرة هذيك هي عمل بالنسبة لي، إذا يفطر ويصاب ولا يبعد من الفريق فهو يحط حياة عائلته وكذا في خطر. أما فما شكون يقول زي ده اللي الكرة عمل وما فماش حاجة تقول لك اللي يلزمك في العمل تفطر معناه. علاش إذا العمل الشيخ هذا باش يعرضك لمخاطر، تو الإنسان اللي يخدم في مصنع قدام ماكينة تنسى يدك لحظة تقص لك صبعك وتقص لك يدك، تفطر ولا تكون جاهز بدنيا ومركز باش تنجم. فما ناس يعملوا الموبقات الألف موبقة في العام يقدوها وجي رمضان يقول لك. أنت تحكي على الناس ولا لاعبين؟ في لاعبين وناس، ما لاعبين ناس ولا لاعبين وناس. نعرفوا اللاعبية ونعرفوا كذا وتولي معناها رمضان أنا أخويا ماهوش من راسي ما هو القطيع الله وأطيع الرسول وأول الأمر منكم. أنا من أول الأمر معناها هو جامع الزيتونة. أنا ذاك مشيت شفت إمام وقلت له بالله راه عندنا مشكل كبير في الصيام. قال لي هما يخلصوا كان ما يلعبوش، لما يصاب وما يلعبش ياخذ فلوس. قلت له ما ياخذش فلوس. قال لا ما ينجم يعوض. المفروض شهريته تقعد تمشي سي سليم وقت اللي تضرب الملاعب. شهريته تقعد تمشي وقت اللي تضرب الملاعب. وعنده كونترات عنده معناها عقد ياخذ بريم دو ماتش ما يلعبش. البريم كانت اكثر من السالير قبل، مش كيما تو 100 مليون 50 مليون. قبل كان السالير 700 دينار وكي تلعب في الاسبيرون تربح ترو ماتش دو سويت في البريم تولي 900 ومليون، دونك سي لا بريم دو ماتش كي كونت. قال لي يعرض بعد عامين ولا ثلاثه عملوا اون ايتود ابروفوندي سور 3 ans في الفيفا على الامباكت دو جون سور لو سبورتيف ديليت، ولقاو ان المؤشرات الكل ضد الصيام، معناها اللعب والصيام ما يتمشيش مع بعضهم. هو الانسان كي يبدا يترانا يبدا يشرب الماء، يبدا يترانا ويشرب الماء. هو يا ريسك ديزيدراتاسيون، يا ريسك دو 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 ديشيرور دو بروبليم دو ليزيون مسكولير، كل شيء هذا مش. قلت لي خذيت راي امام في الموضوع، كنت تقنع الملاعبيه بهذا ولا كنت تفرض عليهم؟ لا نقول لهم الاغلبيه يفطر. فما شكون كان يتمسك بالصوم؟ فما كان يتمسك وما يلعبش. كيما شكون مثلا اللاعبيه اللي لا شكون فما ملاعبيه اللي صاروا لك معاهم مشاكل فيما يخص؟ ما عندي مشكل مع حتى حد. انا تو كل واحد يقول انا كنت مخالف، انا كنت شاور فيكم، انا في تخالف معايا ولا ما عندك؟ ما تخالف معايا، كنت تلعب عندي، انا كنت نتعامل معاكم باحترام وكنت صاحبهم وكنت بجنبهم وكنت كذا. تو ولا كل واحد يتكلم والاخر كل واحد يعمل في فيلم على روحه. احنا الملاعبي لما يصوم ما ينجمش يعطي مردود، هذه حاجة طبيعية جدا. امشي لأي طبيب امشي ما يعطيش مردود، يحب هو يعوض ينجم يعوض، يحب يطعم المسكين. الدين متاعنا ما هوش دين متاع عسر، ديننا متاع يسر. وربي يعطاك ليزيفونتواليتي الكل، الحج لمن استطاع عليه سبيل. برشا ربطوا الحكاية هذه متاع كونك تفرض على الملاعبية الإفطار، وربطوا برشا هزايم للترجي في شهر رمضان خاصة في الشامبيونز ليج. دروشة طاح فينا ربي معناها. طوى الجوارات كل يصوموا في رمضان، طوى صي احنا ربحنا خاطرنا صايمين. كلام فارغ معناها بالنسبة لك انت، ما تنجم تكون كان مهاترات معناها بالنسبة لك انت. لا هي اعطيني رايك انت معناها. لا لا لا, لا انا نسأل فيك لا حتى نسأل فيك زاد معناها. دخلنا توا في علم الغيب وفي كذا. الدين نتاعنا كما قلت لك دين يسر، ماهوش دين عسر. الدين نتاعنا يتماشى مع العصور الكل، يتماشى مع ماهوش لو كان جاء ثم فيه ديكتاتوريه نتاع الدين ولا كلام المولى عز وجل اللي جاء في القران. والاول ما نحبش نخوض انا في الكلام هذايا خاطر يزمو اهل الذكر يبدا موجود. راهو
ربي قد قيده بالقرآن وحتى شيء آخر، واللي ما يتقيدش بالقرآن رأسه يتقص. قال أطيعوا الله، واللي ما جاش في القرآن قال أطيعوا الرسول، شوفوا السنة الرسول كان يعمل، واللي ما جاش في السنة قال وأولي الأمر منكم. شكون أولي الأمر؟ ما هو المراجع الدينية بتاعنا العلماء، عنا في الأزهر وعنا جامع الزيتونة وعنا كذا. فإحنا رجعنا للناس هذوم، قبل كانوا يتعطاوا الكرة مش توا، يعني في السبعينات ما كانتش خدمة، كان الناس تجي تكور تقول يحب يفطر وحر، كان ثلاثة يترين ثلاثة مرات في الجمعة. قلت آه والله احنا كنا نصوم، مش كنت تصوم، كانت كرة هي قبل عام 60 وعام 50، والله كان ثم فلان وكان يدريبل بسبعة ويدريبل بعشرة، ما تميش كيفه هذيك كرة توا. النسق مش هو بيدو ابدا. واكبر دليل تمنى نمشيو للسبور معناها كونتيتاتيف، باش نجمو نوريو بالمجد اللي ما كانش ثم رياضة بالشيء اللي نشوفه فيه تو. نشوفه مثلا تو كرة القدم نختلفوا، انت تقول لي مارادونا نقول لك بيلي، الاخر يقول لك ميسي تقول له فون باستن، يعني كل واحد حسب النظرة متاعه. لكن كي نمشيو للناتاسيون ثم كرونومتر، مارك سبيتس اللي متصور لك ب 13 ميداي دور فيلبس يجي الاخراني تو، لا سبيتس سبيتس قبل فيلبس يجي الاخراني، فهمتني؟ الصومتر كان يعمل ديستروا ولا ديسكات، الناس تو تعرف النفسيس والنفسيات 950 حاجه 950 حاجه. دونك الرياضه تطورت. قول لك لا جوارات قبل كنا ما كانوا حتى شيء، كان ترنا ثلاث مرات في الجمعه نهار الخميس يقفوا معاش ترناو، وكان اونترنور يطول شويه في الاونترنمون نهار الخميس، كان هلا حد ما ربحوش والله تعبهم تو ترناو نهار الماتش ترناو تو. كنت تلعب الستة ونص تاع العشيه وسبعة تاع العشيه التسعة تقوم تترنى. العلم ورا اللي الموسكل يلزم يخدم، الموسكل كي يخدم يلزم يتغذى، فوق السوكسيجين يلزم يجيه الماء، فهمتني؟ يلزم يشرب يلزم ياكل كذا. الناس بعد كما شوف الدين ما يتناقش فيه حتى حد، وكل واحد وضميره وكل واحد يعرف يعمل.